وبالنسبة مشاهدينا لأسهم شركة التكنولوجيا ذات الثقل الكبير على مؤشرات الأسواق الأمريكية فقد أغلقت كالتالي. مؤشر مايكروسوفت مرتفع ب 1.7% عند 3076 دولارا و19 سنتا، وأيضا أبل مرتفع عند ما يقارب 1%، وأيضا ميتا مرتفع عند 3034 دولار 334 دولارا و19 سنتا. أما بالنسبة لإنفيديا أيضا مرتفع عند 1.20% عند 494 دولار و86 سنتا. أما بالنسبة لألفابت مرتفع عند 136 دولارا و99 سنتا. كوالكوم منخفض عند 128 دولارا و67 سنتا. أما أمازون أيضا متراجع عند 142 دولارا و83 سنتا. وتسلا متراجع عند 233 دولارا و46 سنتا.